بعض النجمات يحرصن على التقاط الصور مع بناتهن لاستعراض أحدث الإطلالات، وكانت أبرزهن سلمى حايك ونانسي عجرم. إليكم المزيد من الإطلالات للنجمات وبناتهن في حلقة اليوم من توب 10 مشاهير. تحرص نانسي عجرم دائماً على أن تطل كأم وزوجة، بالإضافة لكونها فنانة، وقد سنحت لها الفرصة لالتقاط الصور عفوية لعائلتها، وشاركت متابعيها على السوشيال ميديا اللحظات السعيدة التي أمضتها مع بناتها وزوجها. كتبت الفنانة اللبنانية معلقة على الصور: ذكريات رائعة صنعت مع من أحبهم، من المناظر الخلابة إلى حسن الضيافة، أنا ممتنة للحظات الثمينة التي قضيتها مع عائلتي. كما حرصت النجمة سلمى حايك على اصطحاب ابنتها فالنتينا بانوما معها من أجل حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، حيث ظهرت الأم بإطلالة صارخة عبارة عن فستان باللون البرتقالي المزين بالكامل بالترتر البراق باللون نفسه، فيما ظهرت الابنة بفستان أحمر راق وأنيق جاء بتصميم ضيق من الأعلى بدون أكتاف، ثم انصدل منفوشا بداية من الخصر. واتضح أن الفستان الذي ارتدته فالنتينا يعود لوالدتها النجمة سلمى حايك، التي سبق وقد ظهرت به من قبل سنوات طويلة في حفل فاير أند آيس جالا الذي أقيم عام 1997 في هوليود، وهو من توقيع إسحاق مايزراهي. وقد ظهرت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز صاحبة الأناقة ومواكبة صيحة الموضة الرائجة بمجموعة صور من خلال حفل خاص بابنتها وهي ترتدي الفستان البنفسجي الأنيق، بينما تألقت ابنتها بفستان بقصة كالأميرات باللونين الأبيض والأزرق. أما النجمة السورية جيني إسبرت فظهرت مع ابنتها خلال احتفالها بعيد ميلادها بإطلالة متشابهة بأزياء باللون الأسود، حيث لفتت الأم وابنتها الأنظار بأناقتها وجمالها. ارتدت جيني فستان سهر أسود بتصميم مجسم على القوام مع الظهر المكشوف والمزين أسفله بفيونكة كبيرة. وحرصت الفاشينيستا زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على الظهور بإطلالتها مع ابنتها رهف ودانيلا بملابس أنيقة من وحي التراث العربي في جلسة تصوير ضمن أجواء شهر رمضان 2023، حيث ظهرت بعباءة باللون الكريمي بتصميم تراثي مع الأكمام القصيرة المطرزة باللون الذهبي والياقة المزخرفة، واعتمدت صيحة المكياج البرونزي الرائج لموسم صيف وربيع 2023.